في معلومة غلط بيصدقها ناس كتير، وهي ان وجود اخت بنت في البيت فده بيبعث الطمأنينة والسرور في البيت، وان احنا بتبقى حياتنا وردي والدنيا حلوة. حضرتك مفيش الكلام ده، انا هنا اداة تجريب الماسكات ووصفات الشعر، اقسم بالله يا مؤمن ده تنظيف بشرة. انا طالع حالق والدنيا حلوة معايا وخلاص والدنيا جميلة. قالت لي عارف انت حمادة ناقصك ايه؟ وانا بعد حمادة دي المفروض اصدق ان في خازوق مستنيني. قالت لي انت ناقصك تنظيف بشرة. قلت لها خلاص هنزل اعمل عند الحلاق، اهو لسه موجود تحت. قالت لي لا انا جايبه وصفه تنظيف بشره من على النت، تنظيف البشره في المنزل، عايزه اجربها عليك. طب ليه تجربيها عليا؟ ما تجربيها على نفسي. قالت لي لا طبعا، لان انا فرض تجارب، الوصفه نجحت هي تجربها بكل ثقه، الوصفه فشلت يبقى ما خسرناش حاجه، كلب بنجرب فيه. وصفه تنظيف البشره اللي في المنزل دي باظت، فهي ايه بصت كده الوش، قالت لي الحمد لله انا ما جربتوش. فمي كده بصت وحسيت ان في نور من الامل، ان هي هتهزقها تقول لها ما تعمليش كده في اخوكي تاني، ابعدي عنه. قالت لها صح عندك حق، الحمد لله ان احنا ما جربناش على وشنا. طب انا ايه، انتوا شاريني من سوق العبيد؟ هو انتوا كان في عرض على العبيد فاشتريتوني معاهم؟ بعدين من كام يوم برضو حطوا على شعر بيض وفلفل وقرفه وحاجات كده عجيبه ومعجون سنان، في ايه؟ هو انا كيكه؟ هو انا ياما كيكه ياما؟ عارفه لو كنت دخلتيني الفرن كنت هقرمش من الجناب وكنت هطلع لك اومليت كده حلو كده، وكنت هبقى كيكه وهتنفخ شويه. في ايه؟ انا بني ادم يا جدعان عايش معاكم. وفي برضه معلومه غلط ببوستات الفيس، يقول لك بتعدي تضرب اختك بالقفا والدنيا حلو. ما بيحصلش يلا، ما بيحصل دلوقتي الكلام ده بقى بفلوس. تعدي تقول لك القفا ب 10 جنيه و5 جنيه، ليه القفا ب 10 جنيه؟ ويقول لك انا حقوق مرأة بقى ومش هينفع تضربني بالقفا تاني، وما تضربنيش وانا زيك. ايه ايه هو الفيمنست ده قفا معدي كده لقيت قفاكي فعايز اديك بالقفا، ما فيهاش حاجه يا ستي، خدي القفا بصدر رحم، ما انت مبوظه وش امي. في حاجات كذب كده منتشر على النت، انا بتضايق لما بشوف البوستات دي. يقول لك انت بتصحى تلاقي الهدوم مكويه، تصحى تلاقي الهدوم جاهزه. مين هدوم مين جاهزه؟ انا بصحى ما بلاقيش الهدوم، بتاخد الهدوم وتنزل تخرج بيهم وتتصور فتحرق لي الطقم، فانا ما اعرفش انزل بيه، فيبقى الطقم ده بتاعها. يعني انا محوش ونازل جايب لي 3 سويت شيرت ونازل جايب لي كام سويت بانس، صباح الفل الحاجات دي اتاخدت. في كمان مفهوم خاطئ تاني، يقول لك وجود الاخت البنت ده بينشر السعاده في البيت والسرور. يعني انت تدخل كده تحس ان في بنت في الشقه، تحس بريحه الياسمين والورد. لا، في ريحه اكتئاب، في ريحه نكد. اولا ممنوع تجريب وصفات، اي وصفات شعر او وش او اي حاجه ما تجربهاش عليا، جربي على نفسك. نجحت نجحت، ما نجحتش ما نجحتش، انت لو سلكتي هي هتنجح مع نفسها. تاني حاجه، شاي ونسكافيه وقهوه هيتعملوا ببلاش. ليه؟ لان الحاجات دي موجوده في البيت، انت ما بتجيبهاش من فلوسك. لو في بنت عجبتني وبدانا نستلطف بعض وبدات اتكلم معاها، ما ينفعش تاخدي رقمها وتكلميها وتصاحبي عليها، عشان انت في الاخر بتبوظي لي الموضوع، وانا ببقى فاهم قصدك اصلا وبس ايه مطنش. ما تطلبيش مني حاجه، انا معيش فلوس على الدغري. وممنوع تنكدي عليا، ما تنكديش عليا، عشان حتى لو نكدت عليا وجيت ضربتك بتعملي ايه؟ تقولي لي انا حقي وانا زي زيك. وجو الفيمنست، جو الفيمنست مش عندنا في البيت، تمام؟ ويا ريت الناس اللي تقعد تقول لك انت عندك اخت بنت، انت عندك اخت بنت، اسكت عشان انت مش عارف حاجه.